وجيزه طبقا لحجمها انتهت. يمكن الفتره او المشكله الصعبه اللي قابلتني اللي هي كانت فندق الحرم، وده كان مصب الحد الايسر بتاعه كافيتيريا تافيرنا. هذا المصب، كلمه مصب بردك عشان الناس تعرف، مصب ده مكان لتصريف المطر مرتبط بشنايش المطر فقط لا غير، ملوش دعوه بشبكه الصرف الصحي. لما حصل تطوير للكورنيش في اسكندريه، ففي عندي مجموعه مصبات تم ربط هذه المخرات او تصريف بها الامطار على البحر مباشره. مقدر الشركه في ايد غير، في عند فندق ازور اتضح ان الراجل بعد ما طهرنا وعملنا والكلام ده، المسؤول عن صيانه شركه ازور قفل مصب هذه المطر. مع بال ما فتحناه الساعه 2 بالليل والميه تلاشت مع الشتاء الجديد، يعني انا عايز اقول مقدراتي في ايد غير. في المصب بتاع فندق الحرم ده طهر وماشي فيه، بس لقينا اللي هو الردم اللي هو بتاع تافيرنا او الكلام ده مرمي عليه، والكلام ده بالصبح. دي اخذت وقت، احنا جبنا يمكن المصب ده اتعمل امبارح في 24 ساعه تاني، تم تجديده وعملنا له مواسير ظهر واترمى بمسافه كافيه على اساس ما تحصلش تاني.